يقول السائل: صليت صلاة العصر بغير وضوء ناسية، ولم أذكر ذلك إلا بعد خروج الوقت، فهل علي أن أعيد الصلاة أم ماذا؟ نعم، يجب عليك، يجب أن تعيد الصلاة، لأنك لم تصلي، فتتوضأ وتعيد الصلاة لأنها باقية في ذمتك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. والنسيان لا يسقط الفرض، النسيان والجهل لا يسقطان الصلاة، لا يسقطان الفروض، لكن لا يكون على الناس إثم. وأما الصلاة فهي باقية في ذمته، فعليه أن يعيدها.